تتصمتي؟ بيتك خططي اني هتقطي نفسك في الداهية. انت مش عارفه ان ده حرام وكمان في رمضان؟ حرمت عليكي عيشتك التلت حرام. في ايه؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ انت ما شفتوش وهو داخل كان ضارب ازاي بوت قد كده شبرين وما كانش طايق ولا واحده فيه؟ راح واخدها من ايديها وداخل على اوضتها رغم ان النهارده مش يومها. اولا من ساعه ما اتجوزنا وهو ما حددش لاي واحده فينا يوم معين، سايبها حسب الكيف كده زي ما بيقولوا. ثانيا يا اختي وماله؟ ما يمكن يكون في حاجه مهمه عايز يقولها لها. عبيطه انت كده دايما عبيطه. افهمك ازاي؟ افهمك ازاي؟ مش ممكن يعني. يعني ايه؟ يعملها؟ يعمل ايه يا اختي؟ يتجوز ويطلقني؟ ما طبيعي مين هيطلق غيرك يعني؟ باين لا سمح الله اتخضيتي قوي، يعني هي دي عنده ولا هيشتريها؟ لا يا اختي، اصل انا كل ما اسمع السيره دي قلبي بيترعش كده مش عارفه ليه. بقول لك ايه؟ اتكلي على الله. سيبيني بقى، سيبيني، انا مش فاضيه لك. سيبيني. سميح ايه التاني بقى؟ لا يا اختي حرام، ده ربنا قال ولا تدسس. خلاص خليه يروح يتجوز بقى. لا ما يتجوزش، نتصنت. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، كل ما اشوفهم احس بقيمتك اكتر واستغرب. اقول ازاي هم يا ربي بالسواد ده وانتي بالحنية دي؟ ساده اللي قال البطن قلابه. ربنا بيهدي النفوس يا حاج. اخواتك يا انهار، اخواتك طمعانين فيا بزياده. مش هياخدوا غير نصيبهم يا اخويا. ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده مالهمش حق فيه. نصيبهم مش اللي يعزوه، نصيبهم هو اللي يستاهلوه. وبعدين انا عايزه اقول لك ان الكره لما بيعشش في القلب بيعمل عين والعقل، بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل ايه وبيتخبط يمين وشمال. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. طب يعني يا نهار، لو جه اليوم اللي خيروكي بينهم وبيني؟ اوعى تكمل، ده اللي بينا أقوى من إنه يتقال علشان يتوصف. ده اللي بينا أقوى من الدم اللي رابطني بيهم. ده أنا حتة منك وأنت كل حاجة فيا، حتى لو كنت ركن صغير في بيت شرك مع حد. يا نهار، هو الفجر ابدا ولا لسه؟ لا يا اخويا خد راحتك، ده فاضل له يجي ساعة ونص كده. طب انا اروح ابص بص على العيال كده بسرعة وارجع. اوعي لا انام. يا ولاد ال لو قربت مني الواد هيصحى مسروق. انا بقول لك اهو تتحامي في الواد يا سميحه. وانت عايز تمد ايدك عليا من امتى يا فواز؟ واحنا من امتى بنتجسس على بعض يا حبيبي؟ من ساعه ما بقيت غامض ومتخبي علينا. غامض غامض؟ واحد ومراته في اوضه النوم عايزين احط لك كاميرات عشان تشوفينا. يا ربي يا اللي بتقوعي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا اله الا الله، هو ده الحاج فواز يا ناس؟ اسم الله عليك يا حاج، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك اتغير بعد غيبه 10 ايام تعمل كده؟ بدل ما تيجي تطبطب عليا وتقول لي وحشتني يا سميحه، بحبك يا سميحه، اخبارك ايه؟ دي جزاتي؟ جزاتي اني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايزه اطبطب عليك واعرف مالك؟ نيمي الواد في سريره يا سميح. مش منيمه يا فواز، خليه يشهد على اللي انت عايز تعمله في امه. يا ولية انا عملت فيكي حاجة؟ اهو بتزعق بتزعقت زعق. يلا زعق، اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيا زي امه اللي محدش تقي لها كلمة في البيت ده. ما تطلعيش ضربين يا سميح. بتحاسبني عليا؟ روح يا اخويا اتشطر على الولية اللي عاملة نفسها رهبة اللي وزتني عشان اتصنت عليكو. ماشي يا سميحة، هوريكي وهوريها. ايه
فاكراها هتخيل عليا يا هدى؟ ده اللي رب خير من الاشتارة، اللي رب خير من الاشتارة. انا عايز اعرف بقى الصلاة اللي بتصلي ربنا ليل ونهار ده، ما قالكيش ان التجسس والتسلط حرام؟ ولا ده منظر عاملاه قدامنا؟ منظر بتشتغلينا بيه؟ حقك عليا يا حاج، والله العظيم ما كانش قصدي. انت يا هدى، انت يا هدى، ما تعذبنيش اكتر من كده يا حاج، اكتر ما انا معذبه نفسي. حقك عليا والنبي، توبه توبه من دي، نوبه مش هتتكرر تاني ابدا. ده انت اكتر واحده عارفه ربنا، وده اللي مخلي ليكي مكان عندي. ما انا يا اخويا ما استحملتش اللي قالته سميحه. قالت ايه بقى سميحه؟ قالت يا اخويا انك هتعملها تاني. هعمل ايه تاني؟ وانا كل ما اكلم واحده تعوقلي. قالت ايه سميحه؟ قالت انك ناوي تعملها تاني وتتجوز. ناوي ايه؟ والله العظيم دشطان وداخل فجأة علينا، واديني جايبه لك البنت سميحه معايا اهي علشان تعتذر لك وتبص على راسك. والبنت هودة دي غلبانه، هي البنت هودة بتاعت الكلام ده، دي هبله. والله شيطان داخل علينا فجأة. انا مش طايق خلت حد فيهم. اوعي عاجبك كده؟ عاجبك؟ وانت هتولعي لي في البيت يا هدى؟ هتولعي في البيت يا هدى؟ خليكي معايا هنا وقولي كان بيقول لك ايه؟ يا اختي هو لحق يقول حاجه؟ ما انت دخلتي لي زي القضا المستعجل. قال لك يا اختي انه هيتجوز؟ لا ده انتوا ضيعتوا خالص. عاجبك كده؟ اهو الفجر بيقدر. اوعي. لا براحتك، انت في بيتك تتصنى تعمل اللي انت عاوزه. لا اله الا الله. انا بقول يا جماعه نروح نصلي الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجاه ده. او النبي يا اخويا داخل علينا فجاه. يلا يا بنتي يلا خلينا نصلي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظه على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكره يا فواز، مش غال. طب تغير لنا البتاع ده بقى عشان تصدعني. استنى ونبي يا حبيبي شويه. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقه السحريه. لاصقه ايه يا اختي؟ سحريه يا حبيبي. سحريه؟ وانت ناقصه سحر يا حبيبتي، ما انت سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتنا؟ شفتها بس بصراحه ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. دي بنت ملك بحلاوه كده النهارده. يعني انا طول عمري حلو، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمه اللي حواليك. سيبك من الزحمه، تعالي قربي. وحشتك؟ قوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. تعالي بس. بس بقى. ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمة دي واحدة من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو هما؟ الو ايوه. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليلة سودة، في ليلة سودة، أنا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة. مالها؟ مصيبة. لو النبي حق يا فواز. بغبي يعني؟ ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجة؟ مخزن ايه؟ هو دريان بحاجة؟ الراجل مش عارف أي حاجة أصلاً وفي سبع نومة. ما يمكن يا أختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضه. أنا بدأ الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحة حاجة تماخلي. معلش يا أختي، الغايب حكيته معايا. ما هو إحنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه إيه. السلام عليكم ورحمة الله. فواز. خير؟ إيه اللي حصل؟ كنا عن ناس أصحابنا وإحنا راجعين سيارة تحشت علينا. مايا ما عرف تصرف، لقينا حالنا فايتين بشجرة، صارت السيارة مثل العجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخلي بالك. ألف سلامة عليكي، أنت شكلك كده عايزة تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك، رح جيب لك شي تشربه. تسلم. شكرا. كنت مراهنة نفسي أنك رح تجي بسرعة. وهو أنا أقدر أتأخر عليكي في حاجة زي كده؟ ليش ما بتعرف انه انت السبب؟ ازاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي انا وسيئة. لا ماليش حق كده، انا كده غلطان.
ما قد ما بتضلك تنق على العرس هيتنا رح نتأخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح، وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى ابقى جمعة بالتخت وابقى اتحرك بعدين نتفه 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 نتفه. ده انت تتحركي براحتك خالص. تفضل يا فواز بدريقك قبل الاذان. لا كتر خيرك، متشكر قوي. انا لازم امشي على طول، ما يصحش اقعد بقى في وقت متاخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله وقال رح يجي بعد بكره لانه ما عنده غيرها وانت بتعرف. لا براحته خالص، واي حاجه تحتاجوها لحد ما يجي انا موجود. العربيه خلص راحت للكسر. فداكي فداكي الف عربيه بسيطه. هيك هيك كان بدك تغيري. هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن اجا البابا وشاف لنا شي حل. تاكسي وانا موجود برضو. على ما تخفي وتقومي بالسلامة إن شاء الله هتكون أجدع وأشيك وأحلى عربية موجودة قدام الباب تحت، ومعاها أجدع سواق. إحنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا، دي أقل حاجة نقدمها لست الكل. بعدين أنت مش قلتي إن أنا السبب؟ خلاص، من أتلف شيء عليه إصلاحه. أنت بتجنن يا فوق.